الكابينة الأسرع في تاريخ العراق تقترب من الإعلان بعد تفويض الإطار لمكلفه محمد شياع السوداني باختيار الأسماء لتشكيل حكومة خدمة قادرة على التغلب على العقبات التي زادت من التحديات الأمنية والاقتصادية. والتسريبات تكشف عن حسم 10 وزارات داخل البيت الشيعي في وقت تواصل القوى السنية والكردية البحث عن مرشحيهم لشغل الحقائب في الحكومة المقبلة. السيد السوداني الذي الكل يعترف بأنه يمتلك الخبرة الإدارية والمالية والتشريعية والتنفيذية وكذلك المحلية والمركزية، من غير ممكن كل هذا الدعم النيابي ووجود أكثر من 90 مليار في الخزينة العراقية ووجود كتلة كبيرة تقف خلفه وهناك دعماً محلياً ودولياً، هل لا ينجح؟ يعني أعتقد صعب جداً أن لا ينجح. مراقبون مطلعون على كواليس التحركات السياسية رصدوا إقبالاً من النواب على تمرير الحكومة في جلسة التصويت على الثقة فور عرضها عليهم، لكون معظم الكتل متفقة على أهمية تشكيل الحكومة للتغطية على إخفاقات عام من الانسداد السياسي. كل البرلمان باستثناء المستقلين وهؤلاء أعدادهم محدودة داعمة لتشكيل هذه الحكومة، تريد تشكيل هذه الحكومة، لا توجد معارضة جدية لتشكيلها، فأنا أفترض أنها ستمضي. الظروف أيضا هذه المرة مختلفة، الظروف شعبيا وسياسيا مختلفة، هناك الكثير من الضغط على هذه الحكومة، هناك الكثير من التشكيك الشعبي، يعني عن بإزاء سجل من الفشل على مدى 5 حكومات سابقة. ولا يزال موعد جلسة التصويت على برنامج رئيس الوزراء المكلف ومنح الثقة لحكومته غير محدد، لكن متابعين يشيرون إلى أن السودان استكمل تسمية أعضاء حكومته وأن الأسبوع القادم سيشهد عقد جلسة لمجلس النواب مخصصة لهذا الغرض.